عايزين نخدم الدولة مش عايزين نخرب فيها. حرام عليك، احنا تعبنا من نزول في الشوارع والله والبهدلة، واحنا اتحبسنا كذا مرة كلنا علشان الجريمة بتاعتنا ان احنا دكاترة وحاملين رسائل ماجستير. فرسالة مننا يا ريس، حس بينا يا سيادة الرئيس. انا بقولها للمرة المليون يا سيادة الرئيس، انت تصورت مع الشباب وكل المؤتمر صورها، تقول الشباب اتصور جنبهم يا ريس، انت بتصوروا معاك سيلفي، انا شفتهم كان حصرتي للركب يا رئيس. انت بتصور كده، احنا تحت رجلك ده يسرى. اسمعونا يا رئيس.